ماذا بعد رفع البنك المركزي الفايدة 1% تاني؟ فأصبح عندك الإيداع والاقتراض 19 وربع و20 وربع، ماشي؟ 19 وربع للاقتراض و20 وربع للإيداع. طبعا كل ده بيأثر عندك في السكن، معيشة، الأكل والشرب، المية، الغاز، الكهرباء، الحياة عموما، كل حاجة، الإنترنت، المواصلات، التأمينات، المرتبات، بص، والضرائب عموما في مصر بحال. وده طبعا من شأنه هتلاقي الدولار هيبدأ يرفع سنة بسيطة، بس ممكن هو ثابت شوية بقاله فترة، بس الفترة الجاية توقعاتي ان هو هيزيد. تعالوا نشوفوا الحسبة هتبقى كام لو فرد لوحده هيصرف او هيحتاج ان هو يصرف قد ايه، ولو عيلة مكونة مثلا من 3-4 افراد هيصرف قد ايه. يلا بينا، اهلا بيكم. خلونا نبدأ كده، هي هتبقى مقارنة وان شاء الله تبقى مقارنة سريعة ومقارنة عادلة ما بين السكن او المعيشة، لو شخص لوحده هيحتاج يصرف قد ايه، ولو عيلة مكونة مثلا من 3-4 افراد هنقوله في الوسط يعني محتاجة تصرف قد ايه على السكن، الاكل والشرب، المية، الكهرباء، الغاز، النت، المواصلات، الخدمات، التأمينات الاجتماعية، تأمين طبي، الحاجات دي كلها. وان شاء الله مش هنطول، بس هنقول بالمصري والحسبة بتاعته بالدولار. الدولار النهاردة عامل في البنك قول 31 جنيه، وفي السوق السوداء بيوصل الى 38 و38 ونص. فالرقم اللي هقوله بالمصري اقسم على 38 سوق سوداء هيطلع لك بالدولار، ماشي؟ خليني اقول لكم طبعا على حاجة جديدة، موقع نون عامل اوفر كويس جدا، اكتبوا الكود اللي ظاهر على الشاشة W2023 في اي عملية شراء. لو انت في السعودية او في الامارات هيجيلك استرداد نقدي 10% على المنتجات اللي انت بتشتريها من نون، فحاول تستفاد بالعرض ده. خلونا نبدأ السكن، لو فردي هيبقى بكام ولو عائلة هيبقى بكام، وهنقوله على طول يعني. الفردي هيبقى رينج كده، طبعا بنتكلم في المناطق المتوسطة للمناطق الغالية. المناطق المتوسطة هيبقى من 1200 الى 1700 جنيه، ماشي؟ الا المناطق النظيفة، فاهمني؟ يعني هتحتاج تصرف في 1200 ل 1700، اقسم على 38 هيطلع معاك كام دولار، وال 1700 على 38 تتكلم في 44 دولار. طيب لو عيلة وعاوز سكن مثلا هنقول مفروش، من مثلا حد عايز يقعد مدة مثلا من 6 شهور الى سنة او اكتر، يعني هتحتاج من 3.5 الى 4.5. طبعا لو هتروح تقعد بقى في مدينتي ورحاب والكلام ده فوق الخمسة وانت طالع، وممكن طبعا توصل في بعض الشقق بقى السوبر لوكس والفرش مش عارف ايه والحاجات الخزعبلية دي ممكن توصل معاك ل 10,000 جنيه اصلا، ماشي؟ فهنقول كده الحاجة المتوسطة لحد 4.5 او 5,000 جنيه، 5,000 على 38 تطلع ب 132 دولار. خليني اقول لك لمعلوماتك ان الحد الادنى للمرتبات في مصر 3500 جنيه، 3500 جنيه حتى ما كملوش 100 دولار للاسف الشديد يعني. هما 30 دول بيعملوا 92 دولار. تخيل انت ان في ناس في مصر تقدر تعيش بال 3500 جنيه للاسف الشديد. طبعا يعني نتمنى ان الوضع الاقتصادي يتحسن، التضخم يقل، الدولار ينزل والاسعار تنزل شويتين ثلاثه والامور ترجع الى سابق عادها وتبقى الاسعار ارخص من كده، بس ده طبعا يعني ربنا يتولى. خلونا نبص نظره ايجابيه كده على الحاجات اللي جايه. طيب لو اكل وشرب، لو شخص لوحده هيحتاج 100 جنيه بالمختصر بجيبها لك من الاخر يعني، ولو اسره 150 جنيه. تخيل انت يعني انت كده ال 100 انت ممكن تاكل لك ب 2500 الى 3000 جنيه، ماشي؟ وحوله للدولار بقى. العيله مثلا هيعوزوا 150 جنيه وممكن اكتر. تخيل بقى انت لو في عندك عزومه، لو في خروجه بره معرفش وبتاع، فهنقعد نجمع كده. احنا قلنا مثلا 4000 سكن و 3.5 مثلا او كمان 4، قول يا عم 3.5 بما انك هتاكل في البيت وبتاع، ماشي؟ وعد كده شطف المرتب اللي انت يعني كعيله المفترض تاخد كام لو انت هتشتغل عشان تعيش عيشه متوسطه، مش عيشه ما انتش هتبقى غني يعني ب 7000 ولا ب 10000 جنيه يعني، ماشي؟ يبقى احنا كده الاكل والشرب. تعال انت بقى للميه والغاز والكهرباء والانترنت. طبعا كلكم عارفين ان النت في مصر ما شاء الله عليه جميل جدا يعني، والشبكه ما فيش منها يعني اتنين،
ميه وغاز وانترنت دول هياخدوا لهم كده 1000 جنيه او 1200 جنيه. يعني النت مثلا هيكلفك 200 جنيه في الشهر، كهرباء هتاخد لك يجي 300 جنيه ولا حاجة، ميه 150 جنيه، 450، 650، شوف غاز هتعوز لك برضو 150. يعني يا عم قول من 800 ل 1000 جنيه، يلا بلاش نأفور في الايه في الكلام، من 800 الى 1000 جنيه. طيب تعالى بقى للمواصلات. والله لو انت عندك عربية، طبعا الغاز البنزين النهارده ب 10 جنيه وربع، بنزين 92 ماشي، الله اعلم هيزيد الفترة الجاية ولا لا، ربنا يستر يعني، ب 10 جنيه وربع. فانت تكاليف رهيبة اسرة تانية يعني، ده لو انت العربية كاش. تخيل انت لو بقى قسط بقى، بتقسط العربية وبتدفع بنزين، بتدفع صيانات، بتدفع زيت، ولو خبطت ولا حاجة لا قدر الله، شوف انت بتصرف مصاريف رهيبة يعني. فعشان كده اللي بيفكر في العربية يهدى كده ايه، وما يستعجلش يعني، يقول انا هجيب حاجة قسط وهشغلها وهتجيب القسط بتاعها والجو اللي انت عارفينه ده، يعني الوضع صعب مش سهل ماشي. مواصلات هنقول مثلا يا عم 1000 جنيه كمان، قول 1000 جنيه بس، عشان بقى العيال بقى راح المدرسة، جاي من الحضانة، اللي راح مش عارف فين، اللي جاي منين، انت رايحين مشوار بتاع، قول 1000 جنيه مثلا. طيب تعالى بقى انت مثلا هنحطه على جنب مثلا يعني 500 جنيه ولا حاجة، ولا 1000 جنيه دواء، حاجات بقى للبيت، معرفش ايه والكلام ده كله، ده انت لو أسرة. لو لوحدك اعتقد يعني هتعوز لك من 300 ل 500 جنيه. طبعا البنات لما تسمع رقم 300 500 صرف في الشهر للحاجات بقى للرجاله هتستغرب، يعني كان المفروض البنات تصرف مثلا 1000 2000 جنيه. خلاص ده احنا بنتكلم في الواقع، عشان بس يعني محدش يقول لي ده الاسعار دي تعبانه، ده الاسعار دي مش موجوده والكلام ده كله. انت هتلاقي اصلا في الفرد محتاج له يجي 6000 جنيه ولا 7000 جنيه، والاسره محتاجه لها من 10 ل 12000. خلاص في الظروف، التضخم النهارده وصل حوالي 40%، فانا بتكلم في رقم كبير مش رقم قليل يعني، ما تفكرنيش طالع كده ايه بهرتل واقول لك اي ارقام، لا دي ارقام واقعيه، عشان بس ما حدش يقول ده ارقام دي قليله وانا بعيش ب 20000. ما فيش الكلام ده الا لو واحد وارث او محوش او عنده بيزنس خاص، حاجه من الحالات دي يعني. غير كده موظف شغال في شركه من الساعه 8 للساعه 5 او من الساعه 8 للساعه 6 او من 8 ل 4، المهم هو موظف فاهمني، فهتلاقيه بيلعب في الرينج ده يعني. وده طبعا بخبره يعني، مش واحد لسه متخرج هياخد له 10000 جنيه ولا بتاع، مفيش الكلام ده في مصر ماشي. تعالى بقى لي عندك حاجات كده ايه انصح بيها، اي ريكومند طبعا يعني، ان انت تخش في تامين طبي تمام، وتامين اجتماعي لو انت موظف طبعا، لازم الشركه اللي انت شغال فيها تعمل لك تامين اجتماعي. تامين اجتماعي هيكلفك من 100 ل 150 جنيه اعتقد يعني، ماشي في الرينج ده. تامين طبي اعتقد من 150 ل 200 جنيه لو هو تامين طبي كويس، عشان برضو ايه يبقى الكشف مثلا تدفع فيه 80% ولا حاجه. خلاص والتامين الاجتماعي طبعا عشان ايه المعاش فيما بعد يعني. طيب تعالى طبعا المرتبات، مرتبات الواحد، تخيل انت طبعا ده كان في 150 ده لو فرد، لو انت بقى عيلتك انت ومراتك وابنك وبنتك ولا حاجة، والشيطان هفك كده وقال لك تعمل 4 تأمين اجتماعي أو تأمين طبي مثلا، فأنت محتاج لك 600 700 جنيه أقل واجب يعني ماشي. هو الموضوع يستاهل بيني وبينك، خصوصا في مصر يعني، ما تستخسرش. خلاص طيب كده احنا وصلنا إلى أدي 700 كمان، احنا كان في أسرة مثلا 4 7 ونص 8 ونص 9 ونص، يعني وصلنا كده الفرد هيحتاج له حوالي 6000 جنيه. طبعا لو بتاخد 7 شوف انت هتوفر برضو، وانا مش محبط والله، انا بكلمك في واقع انت كفرد لوحدك تمام، غير ما تكون عائلة، فحاول سافر، نصيحة اخ لاخوه يعني، حاول تسافر، لان انت لو بتاخد 10 لو بتاخد 15 والله ما هتعمل حاجة في مصر، وهقول لك بالدليل ايه يعني ماشي. لو هتاخد يعني تخيل انت لو بتاخد 10000 او لو بتوفر 10000 جنيه في 12 في السنه مثلا 120000 جنيه برضه ما يعملولكش حاجه، تخيل انت للاسف الشديد يعني، فده مستحيل يحصل. فانت محتاج لك سنه في 2 في 3 في 4 في 5 في 10 علشان اصلا تقدر تحوش او تقدر تعمل حاجه. طبعا انا حد يقول لي طب انت ما سافرتش ليه؟ انا سافرت يعني في 2016 سافرت،
وحاولت تاني وفي 2020 وما توفقتش والتأشيرة راحت عليا بسبب كورونا الحمد لله، وبحاول تاني وتالت ورابع لحد ما اسافر بإذن الله. فموضوع السفر لازم يبقى أولوية عندك لو انت لسه في مصر، خلاص لو انت لسه ما خطبتش ولا اتجوزت، فاتوكل على الله وخلي ده هدف قدامك وامشي، سواء دولة أجنبية بقى دولة عربية بتاع، توكل على الله وايه وأرزاق ربنا في كل مكان يعني. خلاص يبقى انا كده الفرد عندي محتاج له 6000 جنيه الى 7000 مثلا، والراجل اللي معاه اسره محتاج من 10 ل 12000 طبعا يا حبذا لو هو وصل ل 15 بس برضه عشان ما ياخدكش قوي يعني، بس يعني ايه معلش حاول شغلانه وشغلانه تانية مثلا تقدر توفر منها مبلغ مع المبلغ اللي بيجي لك من الوظيفه. تعالى بقى اقول لك انا مسافر ليه. يبقى انا كده عندي، تخيل انت الفرد محتاج 6000 على 38 157 دولار ما يجيبوش اي حاجة اصلا، ماشي. طيب تعال انت الراجل اللي بياخد ما نقول 12000 مثلا على 38 تتكلم في 315. طبعا المتوسط المرتبات بعد التضخم وبعد رفعة الدولار دي يعني لا تتعدى ال 100 دولار، خلي بالك على مستوى مصر يعني لو بنقول احنا متوسط المرتبات لا تتعدى ال 100 دولار للاسف. اخر حاجه لو انت بتفكر تشتري شقه مثلا، اقل حاجه انت محتاج لك 500000 جنيه، خلاص شقه يعني نص تشطيب او متشطبه يعني حسب المكان برضو اللي انت تشتري، تشتري في مدينه تشتري في منطقه ما فيهاش خدمات كتير، طبعا العشب ما ياخدكش وتقول مدينتي او الرحاب او التجمع والكلام ده، لا انت محتاج الا ما يكون في منطقه فيها اسكان اجتماعي وكده يعني. خلاص في 500000 جنيه على 500، عشان تعرف الاسعار في مصر يعني الدنيا في البطيخ يعني، محتاج 13157 دولار عشان تشتري سقف. انت بقى 13157 دولار على 12 يعني انت محتاج لك في الشهر ده لو هتعملهم في سنه محتاج لك 1096 دولار، وده مستحيل يحصل. خلاص طيب تعالى انت بقى شمو 13157 على 157 دولار، تخيل لو انت لوحدك يعني انت محتاج لك 83 شهر، 83 شهر على 12 محتاج لك 7 سنين، تخيل انت عشان بس توفر المبلغ ده او انك تشتري. طبعا ده في الايديال كيس يعني لو انت بتوفر المبلغ كله، وده مستحيل يحصل، فلازم تمشي لازم تسافر في الوقت ده. جات لك اي فرصه حتى لو مرتب قليل شويه توكل على الله في خلال سنه تفهم الدنيا تظبط الدنيا تعمل اقامه واحده واحده تنقل كفاله بقى تبقى شغال في دوله اجنبيه تشتغل في شركه كويسه تتعلم لغه الدنيا تمشي معاك احسن من هنا 100 مره. خلاص طب لو عايز تشتري عربيه 300000 جنيه على 6000 جنيه انت بتوفرهم محتاج لك 50 شهر 50 شهر. فطبعا نبعد عن فكرة الايه فكرة العربية. طبعا انا مش بحبطك قوي يعني، بالعكس انا جاي لك من المستقبل وبشجعك، ودي تكاليف واقعية، تكاليف انا مش بقولها كده عشان اعمل فيديو خلاص، دي تكاليف واقعية وخلي بالك. طبعا حسب بقى انت ما بتوفر، حسب الاكل بتاعك الدنيا مصاريفك عايز تخرج تروق على حالك الحاجات دي كلها، فانت ودماغك. اتمنى طبعا تستفاد وما تيأس، فاذا عزمت فتوكل على الله، وايضا وفي السماء رزقكم وما توعدون، ربنا يوفقكم جميعا وتنورونا في مصر في اي وقت. برضو طبعا عايز اقول برضو يعني ملحوظة ان العيشة في مصر من ناحية الامن والامان الحمد لله الامور زي الفل، في تغيير كتير جدا، الطرق المواصلات الحاجات دي كلها بقت كويسة. طبعا يعني بغض النظر عن الوضع الاقتصادي نتمنى انه يتحسن يعني، ولكن يعني ده يعني شهادة حق يعني. خلاص الكهرباء يعني تحسنت شوية ماشي، فاللي عنده سؤال يبعت لي، وطبعا في تحت في ديسكريبشن عشان برضو انا محتاج ان الواحد يطور برضو من القناة، فكنت عامل مبادرة كده برضو عشان الأسئلة اللي في ناس كتيرة بتبعت لي وبرد وبجاوب وبتاع وبتواصل وبدور، وفي الآخر
خلاص انا ضيعت وقتي ومجهودي وما استفدتش اي حاجه، ولا القناه استفدت اي حاجه. فطبعا اللي حابب ان هو حاجه تبقى فعليه يدخل تحت الديسكريبشن ويدخل على اللينك ويشوف الحاجه اللي هو محتاجها، اللي محتاج سي في، اللي محتاج حاجه معينه هنا في مصر نعملها له برضه. يعني في ناس بتبقى معايا برضه في الموضوع ده، فبرضه الواحد بيحتاج ان هو ايه يدفع لهم جزء ولا حاجه يعني من من الشغل يعني. فانا عملت مبلغ بسيط كده، اللي مهتم يدخل تحت في الديسكريبشن هيلاقي اللينك يعني، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ربنا يوفقكم وتنوروا مصر اي وقت. ما تنسوش لايك سبسكرايب وشير. اشوفكم على خير، سلام.